ادخل. وسيلة هانم، في واحد مستنيك تحت في الهول، اسمه مجاهد. مجاهد؟ ايوة. معقول يكون هو؟ اكيد هو، مفيش منه اتنين اصلا. هو جاي لوحده ولا مع حد؟ لوحده. طيب ماشي، شوفوا يشرب ايه لغاية اما انزله. تحت امرك يا فندم. اهلا وسهلا يا مجاهد، يا اهلا وسهلا، منور القصر بتاعنا كله والله. ها ايه الاخبار بقى؟ عايشين. اه، ويا ترى بقى ايه سر المفاجاه الحلوه اللي انت جيت فيها دي؟ انا عز وسيله والله الباقي في حياتي. في مين يا مجاهد؟ وسيله البقاء لله خالك ابراهيم الله يرحمه. اه حياتك الباقيه. اقعد اقعد. ربنا يكرمك يا رب. عارفه يا سيله حبيبتي، مجاهد ده راجل دايما سباق بالخير ودايما ما يفوتوش الاصول. الله يكرمك يا ادهم، انا قلت برضو اجي اعزيك بنفسي، ده الخير والد يعني. فيك الخير والله يا مجاهد، انت عارف ولا حد فيهم جزرني من ساعه ما جيت البيت ده. لا ما لهمش حق، ازاي بقى ما يجوش القصر الجميل الا يجوا يبقوا معاك، يعني عيب، يعني عيب. لا عيب، بس انت عارفه والله العظيم بقول لسمر تجيب العيال ونيجي هنا على طول، بس انا عارف مشاغلكم كتيره والثروه كبيره والقصر كبير وكل حاجه كبيره يعني، فانا يعني بيتك الله اكبر. طمني بس، اخبار سمر والولاد ايه؟ اهي ماشيه والله، بندور زقه وسيله، الدنيا عماله تخبط فينا شمال ويمين، حبه تحت وكمان حبتين تحت، مفيش فوق ابدا يا وسيله، وفي الاخر بنقول الحمد لله. هنقول ايه يعني؟ ليه يا مجاهد؟ انت مش اشتغلت قريب في بنك استثماري اسلامي باين؟ اشتغلت في البنك لكن مش صاحب البنك وسيله، وكويس انك جبت سيره البنك، ده الموضوع التاني اللي انا كنت عايزك فيه. أه بس انا اساسا جاي عشان موضوع العزا يعني. جاي يعني عزي صدقيني. اقول لك ايه، ايه رايك لو خدت كام مليون من بتوعك كده حطيتيهم في البنك عندي تحت عينيا وعملت حساب جديد؟ لا وانت بسم الله ما شاء الله عنيك الماز، يعني تاخد بالك منهم كويس. ايوه عايزهم تحت عينيك ليه يعني؟ مش فاهم. احافظ لك عليهم يا وسيله، وبعدين بصراحه انا هاجي معاكي سكه، انت لو حطيتي شويه ملايين من اللي عندك دول في البنك عندي وعملت حساب هيطلع لي مصلحه حلوه، كوميشن يعني، اصرف بيهم على اختك الغلبانه وبناتها المساكين. ماشي يا مجاهد، عشان خاطرك انت بس انا هفكر في الموضوع ده. ده انت زيارتك عندي غاليه قوي، بس والنبي يا مجاهد تبقى تجيب بقى سمر والبنات وتيجوا تقضوا معايا يوم. هيحصل، هو في مكان احلى من ده اجيبهم فيه؟ ماشي. في ريحه حلوه، انتوا طبخين حاجه حلوه النهارده. تتغدى؟ لا ملوش لزوم. خلاص بقى، خلاص يا سيله حبيبتي ما تضغطيش عليه، مجاهد مش غريب خلاص. طيب ماشي. لا هو ادهم عنده حق، انا مش غريب، بس للامانه انت عارف انا راجل دغري. واكل لقمه خفيفه قوي من بدري قوي يعني بامانه. لا ودي تيجي برضه، ده انت ضيفنا. سانتا prepare the lunch for مستر مجاهد. مستر مجاهد، استغفر الله العظيم.